كيلو دقيق عملنا كمية قد ايه. بصي بصي ما شاء الله، بصي بصي كتير اهي، كبيرة اهي وخفيفة جدا، هشة زي القطن بالظبط. تمام اهي، بصي بصي قطنية ازاي، بصي قطنية معاكي ازاي، بسم الله بصي عاملة ازاي، بصي روعة. بصي العجينة بتاعت البريوش بتاعتك عاملة ازاي اهي، بصي قطنية جدا وخفيفة قوي وجميلة جدا جدا جدا. بصي من جوه عاملة ازاي، طعمها في منتهى الجمال، مظبوطة وناجحة معاكي من اول مرة. وزي ما قلتلكم قيمة غذائية عالية، هشة وقطنية وطعمها كمان حلو في منتهى الجمال. تعالوا مع بعض نشوف المقادير والطريقة. دلوقتي معايا المقادير بتاعتي، هتكون نص كيلو من الدقيق، دقيق ابيض بتاع المعجنات. تمام، نتأكد ان هو دقيق معجنات ومخبوزات. تمام، نص كيلو. معايا معلقة كبيرة لبن بودر، معايا بيضاية، البيضاية هاخد الصفار لوحده ده هيبقى للوش، وهاخد البياض ده هيبقى للعجينة، هي بيضاية واحدة بس. تمام، هقسمها كده لاتنين. معايا معلقة كبيرة من الخل، معايا معلقتين كبار من السكر، معايا نص كوباية زيت، نص كوباية بس زيت. هنحتاج كمان معلقة كبيرة قوي من الخميرة الفورية، معايا كمان معلقة كبيرة من النشا هتديني طراوة حلوة قوي، ومعايا ذرة فانيليا علشان الطعم وعشان كمان الزفارة بتاعت البيض. تمام، وهناخد ذرة ملح، وهنحط في البريوش بتاعنا هنحط فيه زبيب، هنعمله زي الشوريك كده، ومعايا مية دافية للعجن. تمام، تعالوا بقى كده مع بعض نعمل ايه. هحط كل المقادير الجافة هنا اهو مع بعض. بصوا اللبن البودر اهو، هحط كمان السكر، السكر معايا زيادة ليه، علشان تبقى طعمها حلو ومسكرة وجميلة، ومعلقة النشا هتديني طراوة حلوة قوي للعجين، ومعايا الخميرة معلقة كبيرة خميرة فورية، لو ما عندكيش خميرة فورية الخميرة البيرة تمام شغالة برضو مفيش مشكلة. هاخد ذرة الملح ذرة بس كده صغيرة، وهحط سنة من الفانيليا هنا اهو. تمام، شوية فانيليا، وبقيت شوية الفانيليا هحطهم على صفار البيضة اهو بالشكل ده، ده عشان الوش، هركنها بقى على جنب دلوقتي. تمام كده، هدوب دول بقى كده اهو الاول، هخلط دول كده اهو ببعض المواد الجافة. اهو كده تمام. هنزل بقى بالزيت زي ما قلت لك، نص كوباية، كوباية صغيرة، كوباية صغيرة، نص كوباية زيت صغيرة، وهنحط بياض البيضة وكمان معلقة الخل. تمام، هدخل دول كده اهو في بعض الاول، وبعد كده اهو هنعجن بايه، بالمية الدافية. تمام، بصوا بقى المية الدافية هنزل بيها حبة حبة وهعجن، حبة حبة وهعجن. تمام، لغاية لما العجينة معاكي تلم. انا بقى هستعمل ايدي، هفك بقى من دي وهستعمل ايدي وعجنها، ونشوف خدت معانا مية قد ايه، والمية دافية بس مش مغلية، دافية بس علشان الخميرة تنشط معايا. كمان هعجنها بقى عجنة كويسة كده اهو، ووريكم الاول هتلم معايا بقد ايه. بيختلف كل نوع دقيق عن النوع التاني، يعني ممكن دقيق ياخد كمية مية زيادة، في دقيق ياخد كمية مية قليلة، ده على حسب نوع الدقيق، ما بتلتزمش بالمية كمعيار اساسي. تمام، هعجن انا بقى كده هو اظبط الدنيا وارجع لكم. بصوا بقى انا عجنت العجينه لغايه لما بقت بالشكل ده، بصي بصي بتنط معاكي ازاي اهي، بصي وفيها تلزيق بسيط جدا جدا، بس مش ملزقه في ايدي اهي، بصي اهي دي كده عجينه ناجحه مليون الميه. تمام، بنفس المقادير، خدت معايا قد ايه، خدت معايا نص الكوبايه، دي الكوبايه اللي احنا كنا عاملينها دي خدت نصها، يعني خدت لغايه هنا اهو كده. تمام، ده نص كيلو دقيق.
وبرضو بيختلف المية عن كل دقيق. تمام، هستنى بقى عليها. المهم ان هي تتعجن كويس قوي قوي قوي. انا قعدت اعجن فيها يعني اكتر من 10 دقايق، 12 دقيقة. المهم ان هي عايزة تتخدم كويس. هغطيها بقى بالاستريتش، هغطيها كويس قوي بالاستريتش، وهسيبها لغاية لما تخمر خالص وتضاعف حجمها، وبعد كده نبتدي نشكلها. لازم تخمر كويس جدا. هحطها بقى كده، هلفها لفة حلوة وهغطيها لغاية لما تخمر قوي، وبعد كده نرجع مع بعض نشكلها ونشوف بنعملها ازاي عجينة البريوش النهاردة. احنا لسه ما حطيناش الزبيب، خلوا بالكم هوريكم الزبيب بنحطه ازاي وامتى. تعالوا بقى نشوف العجينة بتاعتنا بعد ما تضاعف حجمها كده زي ما انتوا شايفين، وكده تبقى ناجحة 100%، وهتبقى هشة معاكي ان شاء الله وقطنية وزي الفل. بصي بقى، هنهبط العجينة بتاعتنا، نخرج منها الهواء بالشكل ده، وهنبتدي بقى نعمل ايه، ناخد حتة حتة ونشكل. تمام، تعالي بقى اوريكي التشكيل بيبقى عامل ازاي بتاع الضفيرة. تعالوا نشوف نعمله ازاي. بصي، خدنا حتة كده اهو بالشكل ده. تمام، هعملها كده اهو، وهجزقها لتلات كور كده اهو. دي كورة وايه دي، اتنين تلاتة. حاولي ان هما يبقوا متساويين. تمام، هعمل بقى ايه، هاخد كده اهو اهو بالشكل ده، هعملها كده اهو، بس ما تخليهاش رفيعه قوي علشان تبقى الضفيره بتاعتك مليانه وجميله. تبقى ضفيره حلوه كده ومليانه وجميله. تعالي بقى كده اهو، نعمل ايه تاني كده اهو. تمام، بالشكل ده، خليها كده برضو. والتالته اهي كده اهو بالشكل ده. تمام، هجيب بقى دي واجيب دي كده اهو، انزقها كده من فوق، ودي برضو اهي بالشكل ده، هلزقها برضو كده اهو من فوق، وامسك التلاتة كده اهو من فوق كده اهو، وهبتدي بقى اضفر ضفيرة كده اهو كده اهو كده 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 كده. بصي اهو بالشكل ده كده اهو. تمام، لسه هتخمر تاني في السجاط. تمام، هاجي من هنا، بصي البدايه اهي زي النهايه. تمام، هروح عامله ايه بقى، هروح ماسكاها كده اهو، واروح قافلاهم بالشكل ده كده اهو في بعض. واضح كده معايا الكلام اهو. هجيب بقى صاج واحطها فيه ونعمل تاني شكل تاني زي ده، بس قبل ما احطها بقى في الصاج عشان هتخمر خالص، هجيب الزبيب اللي انا قلت لكم عليه اهو، هبتدي ادخل الزبيب كده جوه هنا اهو. تمام اهي. لو مش بتحبي الزبيب ما تحطيش، بس هو الشوريك او البريوش بيبقى اساسي فيه الايه، الزبيب. انا مرضتش احط جواه بيض، ان انا عايزاها قطنيه قوي ما تلزقش قوي معايا. تمام اهو بالشكل ده كده اهو. هجيب بقى صاج ارص فيه. الصاج لازم يدهن زيت كويس قوي، لان العجينه دي بتلزق. تمام، العجينه دي مش ما بتلزقش، العجينه دي من المعجنات اللي بتلزق، فلازم ندهن الصاج بتاعنا بماده دهنيه، ولازم يبقى زيت عشان تزحلق معاكي وتبقى زي الفل. لما تخمر بقى خالص خالص خالص، هبتدي ان انا احط لها البيض بتاعها فوق الوش. البيض مش هحطه دلوقتي خالص، لما تخمر وتبقى زي الفل. تمام، هودي دي في الصاج ونرجع تاني مع بعض نعمل شكل تاني. تعالوا نعمل شكل تاني. تمام، خدنا حتة عجينة كده اهو بالشكل ده، هفرد فيها. تمام كده اهو، خليها عاملة كده زي الصباع، بس كلها تبقى قد بعض كده اهو بالشكل ده. تمام، وافردها كده، واروح جاية بقى لفاها حلزوني. تمام كده اهو، بصي بصي انا بلفها ازاي، حلزوني كده اهو، بصي بالشكل ده كده اهو. واجي بقى من الطرف اروح حاطاه من تحت كده اهو، عشان لما تيجي تستوي اما تيجي تعلى عشان لسه هتخمر الطرف ما يفكش معايا الخميره. فده برضو اهو شكل، وبرضو ممكن نحط له الايه، الزبيب اهو. ممكن برضو تدخلي جواه الزبيب كده اهو بالشكل ده. تمام اهو
تمام. هروح برضو احطها، نعمل كذا واحدة بالشكل ده. ده برضو شكل حلو. تعالي اوريكي بقى شكل الشريك العادي بتاع الافران. تعالي اوريكي بيتعمل ازاي. بصي بنجيب بقى كده اهو، برضو نفس الخطوات اللي احنا عملناها في الضفيرة اللي هي المدورة، تمام. بس بقى ما بتكونش العجينة كبيرة كده، بتبقى العجينة صغيرة شوية، يعني هتستصغري شوية في العجينة بتاعتك كده اهو. نلزق دول كده اهو، تمام. وناخد برضو الطرف التالت، يبقى برضو يعني قريب منهم كده اهو، تمام كده اهو. هقفل كده اهو، هلفها كده علشان اعرف ان انا ايه اضفر. هاجي كده اهو برضو بالشكل ده، كده 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 اهو كده اهو كده اهو كده كده، وبنهي في الاخر بالشكل ده، تمام اهي. بس هي بقى بتبقى واخده ضفيرتين ثلاثه بس، ما بتبقاش واخده ضفيره كبيره. يعني انا عملتها بقى بحيث ان هي تبقى ايه، تبقى فيها كذا ربطه. هي بتاعت الفرن ما بيبقاش فيها غير ربطتين اتنين بس، هوريها لك. استني، انا عملت لكم اللي هي الضفيره العاديه اهي، هتبقى كده بالشكل ده. تعالوا نعمل بتاعت الفرن اوريها لكم. بصوا الشريطه بقى بتاعت الفرن العاديه خالص اهي، بتبقى حته كده صغيره، هقسمها لتلات قطع بالشكل ده، تمام اهو. همسك كده اهو، نعمل الصباع على قد ما احنا عايزينها كده اهو. نروح واخدين دي كمان بالشكل ده كده اهو، تمام اهو. وادي التالتة اهي كده اهو. بصي دي اللي هي الشريكة بتاعت الفرن اهي، بس خليها كده ايه متوسعة كده عن بعض. لما تيجي تحطيها في الصينية خليهم بعيد عن بعض. برضو نحط عليها زبيب كده اهو، ممكن كمان نرش فوق وشها سكر، بس انا عشان هدهن الوش بيض فانا مش هرش. ممكن لو انت بقى مش بتحبي البيض فوق الوش تروحي رشه بقى شويه سكر كده اهو، تدخليها الفرن، هتاخد برضو لون وهتبقى طعمها مسكر وجميل. هاخدها كده اهو، اروح احطها في الايه، هروح احطها في الصاج، واحاول ان هما يبقوا بعيد عن بعض كده. عجينه البريوش لسه طالعه حالا حالا من الفرن، زي ما انتم شايفين كده اديتها كده بالبيض اهو. بصي مدي لمعه ومدي لون، وبصي كمان من تحت اهي، بصي مستويه وجميله ازاي اهي، مش مستويه من فوق وبس، مستويه من تحت كمان، لسه طالعه حالا سخنه جدا. نعمل ايه بقى عشان تفضل هشه وقطنيه وما تنشفش؟ عشان ناس كتير بتقول ان المعجنات اول ما بتطلع بتبقى طريه وبعد كده بتنشف. نعمل ايه؟ هنجيب معانا بخاخ نضيف طبعا اهو، في ميه، هنبخ، نبتدي ان احنا نبخ كده اهو بسيط بالشكل ده، ونروح مغطيين بفوطه نظيفه بالشكل ده، تمام. كل ما هيطلع معجنات من البريوش هفضل ارش عليها رشه كده صغيره من الميه، وبعد كده اروح مغطياها بالشكل ده، هتفضل طريه. وهفتح لكم واحده من جوه وتشوفوها هتبقى قطنيه ازاي وناجحه معايا. وزي ما قلت لكم قبل كده وهفضل اقول لكم ان انا هبهركم، يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي. واستنوا اما نخلص كله ونقدم مع بعض. بصوا طلعت صينيه كمان اهي، هرش معاكم اهو. بصي بنبخ كده اهو ميه وهو سخن كده اهو، تمام. وبنغطي بالفوطه على طول، ولسه بقيت الكميه ما خلصتش ما شاء الله، من نص كيلو دقيق. وعايزاكي تقومي تجربي وتقومي تجيبي، يلا قومي كده هاتي نص كيلو دقيق، وقومي هاتي الحاجات المكونات كلها في البيت، ما فيش اي حاجه، كل حكايه بضايه خدنا يعتبر نصها بس، تمام. والسكر عندك كيس خميره فوريه، لو ما عندكيش خميره بتشيليها. بصي كل الحاجه، لو ما عندكيش لبن بودره ممكن تبعتي تجيبي كيس لبن نيدو الصغير، لو مش عايزه تحطي ممكن تحطي حبه لبن دافين بدل الميه. يعني بصي اعملي اللي انت عايزاه، بجد الشكل مبهر والنتيجه هتعجبك جدا وهتعجب ولادك. واعملي لهم حاجه جديده كده عشان عيد الربيع، تمام. هطلع برضو الكميه كلها واوريها لكم في الاخر ان شاء الله. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الكميه كلها اللي طلعت معانا اهو. بصي بالشكل الجميل ده، مستويه وجميله اهي بالشكل ده. بصي من نص كيلو دقيق عملنا كميه قد ايه، بصي بصي ما شاء الله، بصي بصي كتير اهي،
كبيرة اهي وخفيفة جدا، هشة زي القطن بالظبط. تمام اهي، بصي بصي قطنية ازاي، بصي قطنية معاكي ازاي، بسم الله بصي عاملة ازاي، بصي روعة. بصي العجينة بتاعت البريوش بتاعتك عاملة ازاي اهي، بصي قطنية جدا وخفيفة قوي وجميلة جدا جدا جدا. بصي من جوه عاملة ازاي، طعمها في منتهى الجمال، مظبوطة وناجحة معاكي من اول مرة. وزي ما قلت لكم كده هتشوفوا الشطارة كلها، مش اكل بس ولا تفريزات بس ولا حلويات، هتشوفوا كل حاجة، معجنات مشروبات، وهبهركم وهجننكم وهتشوفوا مني كل حاجة حلوة، وهتكون حصري على قناة الشاشة فود من مطبخ جيجي على قد ايدي. وكل سنة وانتم طيبين حبايب قلب جيجي. حتى الجميلة الفطيرة الحلوة دي اللي هي الضفيرة دي هفتحها لكم نشوفها برضو مع بعض عاملة ازاي اهي. بصي بصي ما شاء الله.